اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار اساتذتنا الحقيقه في النقد الرياضي. طبعا هم اساميهم اكبر من كده بكتير، ولكن انا دايما باخد من كلامهم يعني ان النقد الرياضي هو البدايه في كل شيء يعني، ولكن هم اساتذه وكتاب صحفيين في كل واحد في مجلته او في جورناله او في موقعه. استاذنا الاستاذ جمال الزويري، ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك كابتن اسلام. منور استاذ محمود. ازيك يا استاذ محمود؟ استاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ مشرف ومنور. استاذ سامي مشرف ومنور. سامي عبد الفتاح وحشتنا القعده الجميله دي بقى لنا فتره. ان شاء الله نقعد قريب ان شاء الله احلى كمان. استاذ عصام شرتوت، ازيك يا استاذنا؟ ازيك كابتن، ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. استاذ جمال، عايز ابدا مع حضرتك ان بوسط كل هذه الظروف وكل ما يحدث للنادي الاهلي خلال الفتره السابقه، النادي الاهلي اذا فاز في مبارياته المؤجله سيكون على قمة الدوري العام المصري. النادي الأهلي رغم ما يلاقيه من الاتحاد الأفريقي يصل للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأهم والأعرق والأقدم والأصعب في مش الأقدم ولكن الأصعب في قارة أفريقيا. هو ده هو قدر النادي الأهلي. يعني على فكرة طول عمرنا وإحنا بنسمع وعايشين قصة إنه ليه دايما يقول لك ليه النادي الاهلي؟ نعم. يعني حاجه غريبه، يعني ممكن جدا يطلع قرارات مع اي انديه اخرى من غير كلمه ليه. مع النادي الاهلي تحديدا يقول لك ليه. طيب اللعبه اللي حصل عليها جدل امبارح اللي هي الهدف الثاني واضحه وضوح الشمس للعين المجرده الحقيقه، انه صلاح مش متداخل. صلاح كان حسام حسن مش متداخل اساسا، لانه لم يلمس الكوره غير ان هو مش متداخل، الكره سابقاه والكره سابقاه لكن كمان يعني كمان هو ما حاولش حتى ان هو يلعبها، فنقدر نقول ان هو داخل في حتى لو لعبها. استاذ جمال حتى لو يجب كل ده المشهد ده يبان كمان من رد فعل علي معلول بعد اثناء الفار، هو بيستغرب فيه ايه؟ طب هو ده لاعب استاذ جمال، ده لاعب بقى في الملعب لم يحركه ساكنا، اللي هي لحظات الكابتن اسلام عاشها، اللي هي لحظات لو انت شعر بحاجه كنت قلت ازاي وليه، ما قالوش حاجه خالص غير زعل يعني على الجون يعني. طبعا الحكم لكن ارجع بقى لنقطه، يعني رغم كل المضايقات ورغم كل العثرات اللي بتتحط قدام النادي الاهلي وصل الى المباراه النهائيه زي ما حصل قبل كده في كاس العالم للانديه. رغم تعارض المواعيد الا ان النادي الاهلي برضو عنده قدر من التحدي، وخلي بالك ده هو اللي بيميز النادي الاهلي عن غيره من الانديه. انت كل ما تحط له عقبات كل ما تلاقي اللعيبه حتى لو مش اللعيبه الاساسيين زي ما شفنا امبارح في غيابات كتيره جدا، ومع ذلك انا واحد من الناس اللي اتفرجوا على المباراه شايف انه هذه الظروف الصعبه او المعاكسه فجرت جوه كل اللعيبه اللي موجوده. ايوه. بعد ما امبي تقدم بالهدف ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه الكم الجهد والاصرار والتحدي اللي ظهر على اداء لعيبه الاهلي، عارف لو النادي الاهلي بيلعب المباراه دي من الاول بنفس الروح دي والشراسه دي كان حقق الفوز من البدايه. يعني انا عايز اقول ايه، رغم الظروف الصعبه الا ان هذه الظروف هي اللي بتخلي النادي الاهلي يصمم، والنادي الاهلي هنا بقى ممثلا في لعيبته. اي حد زي ما احنا دايما بنقول الفانيلا الحمراء بيبان فعلا اصرار اللعيبه، اي لعيب بيرتدي الفانيلا الحمراء بيجد عنده من الدوافع ان هو بيدافع عن الوان هذه الفانيلا، وهو يهمه جدا ان هو يطلع يرد على الكل داخل الملعب وليس بالكلام والخناقات والكلام دوت. طيب استاذ محمود، خلاص المباراه النهائيه هتلعب في المغرب ان شاء الله امام الجمهور المغربي، النادي الاهلي طلب عده طلبات حتى الان لم يصل رد بشكل رسمي اعتقد للنادي الاهلي، من وجهه نظرك ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره اللي جايه؟
لا انا يعني اعتقد كان في اجتماع حاليا موجود، ما اعرفش الاجتماع خلص او لا. لا لا خلص من شويه، لكن يعني لما هيجي لنا حاجه لازم احنا طبعا لسه عارفين الكونكلوج او عارفين اللي ممكن يتقال، لكن مش هنقدر نقول حاجه غير لما يجي لنا. خلاص هي قضي الامر. المباراه النهائيه يعني بقى انه فرقه الكوره، انا بتكلم على بقيه الامور بقى جمهور. انا بكلمك اهو خلاص عزل الفرقه خلاص تماما عن الاجواء اللي انت شايفها دي، استعداد للمباراه وخلاص، ولدينا وقرار الكاف خلاص، هم اصحاب القرار واخذوا واستندوا على حاجات كثيره جدا من الاول، لكن النقاط الاساسيه هي عمليه رحلات الجمهور. انا اتمنى انه يتم دعم رحلات الجمهور، انت محتاج في 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 المواجهه دي محتاج جمهور الكوره يعني طبعا. في ناس ثانيه عندها امكانيات وقدرات تسافر وتروح، لكن جمهور الكوره الحقيقي في الاوضاع العالميه اللي احنا شايفينها والظروف دي الامور بقت صعبه، واعتقد انه اكيد في كتير من محبين النادي الاهلي اللي هيكون لهم دور في اليومين اللي جايين دول اذا كان في رغبه في المسانده، لانك انت بتطالب بنصف المقاعد، ده حقك القانوني اللي بيلام عليه الاهلي حاليا. حتى الاتحاد الافريقي نفسه ما قالش في تسريبات تمت، قال لك هياخد 12000 تذكره او 13000 تذكره، لكن ما تقالش حاجه بصوره رسميه، وطلعت تصريحات من فوزي الاقطاع بيقول للاتحاد الافريقي ادوا الاهلي اللي هو عايزه، يعني كانه الامور ايه هناك من عليك، يعني ايه انت الان اصبحت في دور بيمن عليك بحقك ماشي. اعلن الاتحاد من وكمان ايه ده انت، يعني اللي انا عاوز اقوله يا كابتن اسلام، اللي انا لاحظه من خلال المتابعه في الايام اللي فاتت، البعض يحاول في بعض الاعلام المغربي باسماء بعينها بتحاول تجرنا لمنطقه غير منطقه الرياضه خالص. لن يحدث لن يحدث يعني بيجرونا، ولا عايزين نتكلم في النقطه دي. احنا اول حاجه قلناها يا استاذ محمود ودايما وحضراتكم قلتوها قبليه واحنا قاعدين، قلت لي ايه؟ قلت لي احلى استقبال واحلى قعده واحلى كل حاجه هتبقى في المغرب. لا يختلف على الامر. انا عاوز اقول، انا عاوز اقول حاجه، انت بتتكلم عن انا عاوز اقول ايه يا جماعه، ده ماتش كوره وبين فريقين كبار وبين كده. دولتين كبار، واحنا كفانا بقى اللي حصل واللي بيحصل، يعني عاوز انا اقول ايه، نخلي الموضوع في اطاره الطبيعي، لانه النادي الاهلي لا من قريب ولا من بعيد ولا جمهوره ولا هو راح ناحيه المغرب، المساله كلها في الاتحاد الافريقي ولوائح انت حاططها وقرار انت واخده من 2019 بتقول اذا جمع المباراه يبقى في ملعب محايد، بتخليك زي ان انت شايف الاتحاد الاوروبي عامل شكله ازاي، هو ده اللي كله انا بطالب بحقي. انا عاوز اقول ايه، اتمنى يبقى في جمهور للنادي الاهلي بالعدد المطلوب بالظبط، اتمنى يبقى في تواجد مكثف، وهنشوف مباراه رائعه اكثر ما يكون فيصلها الملعب. طبعا اختيار الحكم من جنوب افريقيا والطاقم الكلام الموجود بطاقم الفار، انا مثلا اتكلم على طاقم الفار، على الحكم الاثيوبي، الحكم الاثيوبي ده ليه وقع مع فوزي الاقطاع يا جماعه في 2019 في نهايه الكونفدراليه مع نادي الزمالك وتم الاعتداء عليه ولم يتم التحييم في الواقع، فبرضه اختياره، وانا كنت اتمنى يتم الاختيار الطاقم يبقى تونسي زي ما وقع مع علانه في الاول، وبعد كده عدلوا واستبعدوا بملاك سيمبا وجابوا بملاك رئيسي في الفار ومعاه هيثم قراط التونسي ومساعد من محمد عبد الله من السودان. انا عاوز اقول انه يعني بالعكس، انا بقى عارف كنت اتمنى ان يتم تلبيه طلب النادي الاهلي يكون اوروبي، يكون اوروبي، اذا كنت عملت كده يا استاذ محمود. ما هو مش هيرضيك الاوروبي اللي هيقول لك ممكن يعرف، مش مستحيل اذا كنت عملت، ناس بتتوقع كده يا كابتن. ايوه حبيبي انا فاهم، بس هو انت طلبت، لو عاوز ترفع الحرج بقى عن نفسك كنت تجيب حقك مين؟ حضرتك عملت كده كابتن، اذا اراد يا جماعه الكاف مش هيريد، لا مش، لا مش، ما هو مش هيديك الفرصه. اللي انا عايز اقوله يا كابتن، هو مش انا اللي عملت، هو اللي عمل كده في تصفيات كاس العالم. انا بكلم، ايوه عمل كده، ولا انا اقول نفسي، هو الاتحاد المصري طلب فيفا، الاتحاد المصري طلب، لا ما طلبش دوري الاتحاد المصري. امال مين اللي جاب الحكام بتوع تصفيات كاس العالم؟ لا بس الامانه فيفا، لا هو الاتحاد الدولي دي ماتشات تبع الاتحاد الدولي. بس كلامك صح، ليه؟ لان اللي خشيته على تصفياته بتاعه المونديال من هذا الفساد. اه طبعا، ما هي هي، ما هي الدايره، بس هو صاحب قرار، بس هو عمل ايه في الاتحاد الدولي؟ عشان كده جاب الحكام، الاداره ما شاء الله رايح على المحكمه، جاب الحكام الافارقه وجاب معاهم ايه؟ ايوه الحكم الفار اوروبي، بيدب كانك انت بتشكك، مش عاوز اقول هو اللي بيشكك في نفسه، كانه الاتحاد الدولي يعني رايحه له ايه؟ رايحه له يعني الاشارات، هو عارف، مش عاوزين نضحك على بعض، زي ما انت عارف دلوقتي في الوقت الحالي اللي هو ايه، انه التحكيم بصفه عامه، ممكن التحكيم في مصر، الاتحاد الدولي اعلن وفاه التحكيم في مصر بعد قرار اختيار القائمه بتاعت كاس العالم، اعلن رسميا خلاص التحكيم في مصر في ازمه كبيره جدا. لا 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 كده يا استاذ محمود، ازمه ازمه لا يا استاذ، وعاوز اقول لك على حاجه، لا في مفاجاه في كاس، لا والنبي، لا 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 بلاش، عشان احنا ايه والنبي، لا لا حساسين. عاوز اقول لك على حاجه يا كابتن اسامه، انت طالما لا يوقفونا احنا، يطلع حد يدينا كارت احمر واحنا قاعدين هنا، يدينا كارت احمر على الرغم ان احنا ممكن نخرج ونرجع، ده الواقع، نخرج بره ونرجع، نخرج احنا بنتكلم بالواقع يا كابتن اسامه، احنا بنتكلم اللي احنا شايفينه، ده اللي احنا شايفينه فعلا. التحكيم في مصر فين هو؟
فين هو؟ يعني انت في المقدمه قلت يعني حكم واحد في كاس العالم مساعد، حكم بيقول لك مجامله. اه لا كمان بيقول لك مجامله. انا عارف مجامله لمين؟ الله اعلم. في معلومه قريتها لمين؟ بيقول لك مجامله لبكاري جسامه، لان واحد من المساعدين بيشتغل معاه. وده كفايه يعني. بس هو للامانه باختيار الفيفا يا ريته معد. الاثنين اللي كانوا معدين تم رفعهم، امين عمر مراضاه لحد تاني صاحب الكابتن عصام الفتاح، وده على مسؤوليتي. أيوة نروح احنا الكل يا ما حدش يروح. الحاجه الثانيه طبعا محمود عاشور، لكن اللي ما يعرفوش الجمهور انه الفيفا يراقب بذات نفس سيادته هو في الدوريات مش في البطولات كمان الدوليه. طيب يعني معنى كده ان المباراه النهائيه دي يا استاذ محمود هيبقى في مراقبه شديده جدا من الاتحاد؟ طبعا ان شاء الله ان شاء الله. اكيد هيبقوا موجودين. شايف ان الاهلي يعني بيخوض معركه في مسارين، يعني مش ملعب بس. اداره الاهلي كانت واعيه جدا ان هي قدرت تقدم ملامح معينه تضع الاتحاد الافريقي في مواجهه. يعني ليه كانت المواجهه دي؟ هو اللي فرض على النادي الاهلي. تم فرض المواجهه على النادي الاهلي. هو اللي فرض المواجهه على النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيرد عليه بس بذكاء وفطنه، يعني بطلباته السته اللي حددها. يعني كنت اتمنى حتى الان الحقيقه كنت اتمنى هو مش هيردوا على حاجه. هو مش هيردوا على حاجه بس يعني انت بتثبت موقف. يعني ما هو اهم حاجه ان انت ما يقعش عليك ظلم وانت سايب. هو لك ايه؟ لو الاهلي لقى مسانده من الاتحاد المصري اساتذه ما كانش ده حصل. قول لي يا استاذ محمود اساتذه. انت تعرف لما المفاجاه بتاعت ايه التاشيره بتاعت يوم 30 دي؟ تعالى خدها الصبح. لا يا ريت الصبح بعد اذنك. لا والله من الساعه 2 للساعه 4. طيب حلو. يعني كمان كامل. ايوه والله يا جماعه. يعني تروح الماتش امتى؟ روح بقى على الكافيه. لا روح الكافيه اقرب كافيه جنب. لا ما هو يعني مثلا اللي ساكن في زايد يروح التجمع يبقى طلع برضه بالتاشيره. طلع بالتاشيره. يعني طبعا يعني الحمل على النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي كبير، بس دي مسؤوليه مع يعني الفرقه قدام والمسوباني واللاعبين قدام الجماهير ان هم يحطوا ورا ظهرهم كل الكلام ده كله ده. صح. يعني لازم يكون التركيز في الملعب هو ده اهم حاجه. ده اهم حاجه دلوقتي. الاداره ليها مسار والفرقه ليها مسار. عارفين ان ده. وخلي بال حضرتك ده كان اول حاجه طلبها كابتن محمود الخطيب خلال الفتره السابقه. اول حاجه اتقالت يا جماعه انتم مالكوش دعوه. بالظبط كده. اي حاجه احنا مالكوش دعوه. خلينا احنا باعلامنا بشغلنا بطريقتنا باسلوبنا كاداره. انتوا خليكم مركزين في الملعب. في الملعب فقط. عشان كده عمل ايه؟ يعني هو فوق انا فاكر البيان اللي اتعمل فيه ست سبع حاجات. من ضمن الحاجات اللي اتقالت هي كانت اخبار اكتر منها بيان، ان قالك ايه؟ قالك فوق احنا النادي الاهلي لن يترك حقه تحت كابتن سمير عدلي وكابتن سعد حفيظ. أيوة. هيسافروا قبل الفرقه بيوم او يومين علشان يظبطوا الامور هناك. الحاجات المعتاده عادي جدا. يعني انت فاهم يعني معناها ايه؟ معناها ان انا لن اترك حقي ولكن انا ماشي بالظبط على الجانب السليم. مستهدف البطوله ان شاء الله. ده المهم اللي يكون عند اللاعبين والجمهور. يعني انا مش واقع جمهور كبير قوي يروح، بس الممكن اللي يعني تواجد قوي جدا ومساند وحاسس لعبتنا ان 100 مليون مصري معاهم. واي عدد على فكره هيؤدي الغرض. اي عدد من الجماهير يعني هيبقى صوته ان شاء الله. انا بس يعني اختار لهم مكان مميز ما يحطهمش في ايوه في اللي انت عارفه. انت عارف يعني احنا عاوز اقول لك على حاجه. خلي بال حضرتك اللي انا شايفه ان هناك تعاون كبير جدا جدا بيحصل دلوقتي ما بين المسؤولين في مصر والمسؤولين في المغرب وبتتضافر كل الجهود ان يخرج النهائي الافريقي بشكل جيد حتى جماهيريا فنيا جوه الملعب. احنا متاكدين بس برضه فريق الاهلي فريق بنطالب حاجه كابتن. يعني انا بطالب فئه معينه افراد انا بشوفهم على السوشيال ميديا من المغرب بقول لهم عيب اللي انتوا بتعملوه، لان صح. احنا ما بنعملش كده يعني ولا هنعمل ولا هنعمل. بس انا بقول لهم بخاطب فيهم برضه ال الضمير يعني العربي والضمير تمام الصداقة تمام. بس هو استاذ عصام المهني كمان المهني المهني يعني تمام. احنا كلمناهم احنا بس خلينا اقول الجمهور يا استاذ سامي بالظبط. يعني قليل قوي اللي بيقولوا فيهم اعلاميين قليلين قوي. معلش برضه ما هو معلش لا احنا بنفكرهم ان احنا ما بنتكلمش خالص على المغرب اطلاقا. طبعا
ولا على الشعب. هو ده السؤال للاستاذ عصام. هو انا لما اجي اتكلم واقول يا جماعه انا حقي ان انا ما العبش في المغرب، وانا حقي ان انا اقول ان ثلاث سنين ورا بعض في المغرب، حقي ان انا كاهلي يعني حقي ان انا اقول ان انا محتاج نص الملعب يكون من حق هو اكمل بس يا استاذ عصام معلش، حق ان انا اكون حق ان انا نص الملعب يكون من حق جمهور النادي الاهلي، حق ان يتم المسؤولين في السفاره المغربيه او المسؤولين في المغرب ان بدل ما نطلع يوم 30 كالعاده 10 ايام السفاره بتاخد 10 ايام، وده شيء محترم جدا وعلى دماغنا، دي حاجه ما يعني دي حاجه قيود مغربيه دي مش الدوله، احنا مش دعوه سياسه الدوله مالهاش علاقه بيها، ولكن دي حاجه جديده بتحصل او حاجه استثنائيه بتحصل، من الممكن ان يكون كل ده ملوش اي علاقه باخواتنا استاذ عصام في المغرب، ملوش اي علاقه والله ما له اي علاقه. يا كابتن ما انا وانا يعني بتحلف له انا مغربي يعني المقصود ايه انه انت لو عندك كفرنج يعني انت النهارده لا تستطيع ان تلوم لقجع رغم اي شيء نعلمه، لكن لا طبعا لا هو طبعاً يعمل من اجل منظومه طبعاً الجامعه المغربيه لكره القدم طبعا. القرار اللي سمي بين تنصيص فوقي يعني مش اقل من وزير الشباب والرياضه ولو بيسموها هناك الشبيبه والطفوله، انه مباراه الديربي اللي طرفها الثاني وهو يعني ربما الاعمق شويه جماهيريا من الوداد وهو الرجاء، صمم ان ياخذ حقه كاملا وان يلعب يوم 25، فياتي قرار فوقي بعدم لعب هذه المباراه، بل لا يحدد لها موعد كمان، كلنا وداديون الى ان يلعب الوداد. هنا بقى لو احنا عندنا كفر السيد جمال لقجع برضو بتاعنا هنا مثلا او السيد هاني لقجع، تضافرت جهودهم انهم يوصلوا الرساله اللي انت بتقولها، وده كلام بجد بقى. مين السيد هاني لقجع ده؟ اللي هو لقجع بتاعنا، ما كل حد عنده لقجع بتاعه. المفروض بقى ان احنا كنا نشتغل على ده وان نكون حاضرين في الميعاد، انك انت تقول ان الاجراءات هذه تقابل في مصر بالتاشيره المره الواحده في المطار، التاشيره المجمعه، كلنا سافرنا ده في بلادنا العربيه، واتوا مؤخرا يعني جماهيرنا في المباراه في الكاميرون، واتت جماهير السنغال، فما بالك بوطن واحد وعرق واحد، انما هؤلاء لم يفعلوا اي شيء للامانه بقى. خلينا كان مكان اخويا سامي قالها وانا سمعتها اهو دلوقتي حالا، انت الان الاهلي في هذه المعركه وحده، ولكنه يتصرف بمنتهى الاحترافيه، بمعنى على لاعبو الاهلي والجهاز الفني ان يعوا تماما انه في الاخر انت في المغرب، انت مش في مكان يعني مهجور ولا غير مأهول، انت في بلاد اقصى مناوشات كره القدم بتحصل. وانا باكد لهم اهو وبتحصل تحصل وحلو ولا ازمه بالظبط، لكنك يعني وده دور اعتقد سيد عبد الحفيظ شغال عليه كويس، واكيد معاك كابتن سمير عدلي وحسام غالي لما بيعدي والكابتن خطيب قالها على طول بقى مقفوله، محدش له دعوه بالموضوع خالص ده. وبالتالي ده عليهم بقى ان يقدموا خلاصه جهدهم. هنا مفترق الطرق، انك انت بتتدرب على ده، وسبحان الله تاتي بقى روح الفار الله يرحمه والحاجات دي علشان تخلي اللعيبه يبقى عندها حصه تدريبيه على ما يمكن ان يواجهوا به في منظومه التحكيم اثناء المباراه وحاجات زي كده، وبالتالي الان الفريق عليه ان يلعب بكفاءه، وانا اتصور انه النادي الاهلي يمتلك من الخبرات اللي يقدر يسكت بيه الملعب، وكان عنده بروفا في وفاق ستيف يا جماعه بالظبط، انك انت عرفت والرجاء لا خلينا كمان في وفاق ستيف اللي كان محمل يا محمود بان هو يعمل اي حاجه صح لتاريخه واسمه صح. الحقيقه طبعا كانت منازله شريفه طاهره من الاخوه الجزائريين طبعا، لكن كمان قدر النادي الاهلي ان يجعل الملعب يعني هادئ الطباع بايه؟ بكره القدم التي لعبها النادي الاهلي، اللعيبه خلاص ده موقف الاهلي سيراعيه لما يعرفوا بقى الاجراءات، لكن النادي الاهلي كل اللي بيصمم عليه ده هو تجميع لملف واضح وصريح، والا ما كان جوميز قد تغير، والا ما كانش رئيس الويفا جاي، وبالتالي يمكن انا يعني قلنا مع بعض هنا حبذا لو النادي الاهلي يعني يوجه الدعوه لنجوم كبار عشان تبقى جرصه والناس تتفرج، اعتقد اللي حصل ده لصالح فنيات واحترافيه كره القدم، لا له دعوه بقى بشعب المغرب ولا له دعوه باي حاجه صح. لكن لما تعرف انت ان بعض المسؤولين في خمسه شارع الجبلايه بيقولوا المعرفه من المغاربه هنعمل ايه، هو الاهلي كده نعم بدل ما تقول له الموضوع مش خاص بيك حلوه دي يا خبر ابيض يا جماعه، يعني مش ممكن انك انت
مقابل يعني يا دوبك عشان عايز الناس تعرفك تبقى بتتكلم بالشكل ده مع الاشقاء المغاربه. يا اخي فهمهم انه ده مش موضوع مصر والمغرب ولا حتى الاهلي والوداد، لانه يفترض في ظل منطق مباراه في ملعب بيتم اختياره زي كل العالم المتحضر ولا افريقيا ومصر والمغرب شبهه طبعا، انه ده ملعب لاتنين ضيوف فيه بالمناسبه. ما حدش قال ان الوداد هو اللي واخد الماتش. لازم الاشقاء تصل لهم هذه الرساله، وده ممكن يبقى دورنا من خلال حضراتكم بالظبط كده يا استاذ. يا جماعه ده احنا وانتوا هناك، ده اللي هينظم الماتش حتى خفوا عن اللي انا سامعه كمان من يعني مش الاتحاد المغربي ده مزبوط. الاتحاد المغربي بيعمل يا استاذ يا كابتن اسلام يا استاذ محمود يعني الاساتذه الكبار حضروها قبلنا، اللي هي فكره اللجنه المنظمه اللي هي ايه بتاعت البلد دي تمام. ولا علاقه لها زي اللجنه اللي انت خاطبته هو يا ريس، ما انت مش هتخاطب الاتحاد المغربي ملوش طرف. الله ينور عليك، لو سمحت سهل لي تاشيرات الدخول لو سمحت، اديني الملعب لو سمحت، مقابل الفساد الذي يوقع بين طرفي النهائي الوداد والاهلي بشعبويتهم هم، لانك انت ما انت مش الاهلي الاول اللي مش طبعا مش بعيد يعني ان انت لا مش عشان حاجه، هو القرعه قالت ان الاهلي الاول. ما اقصدش يا كابتن، قصدي ايه يعني انت مش بعيد انك تلاقي بهوس كره القدم رجائيين او غيرهم مش حابين الوداد يكسب، ده طبيعه كره القدم. طب يعني هو بتاع مانشستر يونايتد عايز مانشستر سيتي يكسب؟ لا طبعا. بس انت شفت واحد من بتاع الرجاء طلع والنبي قال لا ما اقصدش انا لا 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 انا الرساله دي للاشقاء هو بيقصد حاجه ثانيه. انا بقصد حاجه ثانيه، انا شفت حد من جماهير الرجاء وانا بتوع الرجاء طلع قال واحنا نساند النادي الاهلي و... يا راجل هو ده يصلح اصلا؟ دي حاجات بتبقى في السر. انا عاوز بس عاوز اقول لك يا راجل اذا كان انت بتتكلم وبتلقي بكره نار وعلى حاجه ثانيه خالص ما انا فاهمها والله جوه داخليا. طيب. واحد يطلع بعد ما يقول كلام محترم يقول لك ايه هو لو كان الهدف ده مش للنادي الاهلي كانت الدنيا سكتت. طب ايه رايك في الروح الفار يا كابتن عصام يا ابو عبد الفتاح؟ ها في الفاول اللي مش فاول اللي جت جون، في الروح الفار بقى مش ده برضو كان يستحق الروح الفار؟ ده بروح الحلقه ما طبعا روح الحلقه روح الوقت حاجه جديده روح الوقت في حلقه وحد قال لك وحد قال لك روح الوقت يا جماعه والله العظيم. لا وايه بقى في سؤال انك انت يا فلان شفت الوقت؟ قال اه هو فعلا ضاع وقت كتير بس برضه 7 دقايق ليه؟ نعم يعني انت مقر ان في وقت كبير دلوقتي يا استاذ عصام دلوقتي احنا عندنا كل حاجه وليها روح. يعني حضرتك ممكن دلوقتي ايه تقول لي روح البدله يعني ما كل واحد يقول اللي هو عايزه بقى روح الروح. هو من الواضح في روح الروح. الروح. من الواضح جدا ان كل واحد بيقول اللي هو عايزه وفي النهايه يقول لك انا يعني انا برضو عاتب جدا على الكابتن عصام وده هطلع فاصل وبعد فاصل ارجع اسالكم فيه لانه انا يعني احنا بنحترم كلنا الكابتن عصام كشخص وكقيمه وككل حاجه ولكن يعني ايه روح الفار صحيح ويعني ايه روح البروتوكول ده يعني ايه روح يعني ليه انت ليه انت مصر على حكام بعينها في نفس الماتشات على فكره وفي نفس الماتشات ونفس الماتشات وهو ميدو سلامه ده في نفس الماتش البنك الاهلي السنه اللي فاتت ثنائيه الثنائيتين اللي بين الاثنين عاشور والحنفي مصرين مع بعض فار وملعب بالعكس ليه يا استاذ عصام ليه التحكيم في مصر دايما المشكله في النادي الاهلي يعني ان احنا عندنا انا عندي مشكله ان انت بتلغي لي هدف او بتخسرني نقطتين بالظبط او بيجي جون زي اللي جون امبارح والله انا يعني احنا الناس اللي قاعدين كلهم شايفين ان الكره دي جون مش محتاجه جدل خالص مش محتاجه يعني السبع ثمان دقائق اللي فضلنا قاعدين بنسال ليه النادي الاهلي عشان النادي الاهلي هو فير مش عايز غير حقه. النادي الاهلي هو من شرع على انه لما يجي محلل تحكيمي ما يبقاش بيتكلم لصالح الاهلي بيقول في وسط قناه النادي الاهلي والجمهور الاهلي اللعبه دي علينا مش لينا لكن انت ما تعرف. طيب انا بس برضه عشان 7000 جنيه يا جماعه فانت لما تشغل عندك 40 حكم لو شغلت 7-8 اصحابك كل واحد بيروح معاه 50000 جنيه في الشهر تمام فلازم ينصحوا بقى طيب. ويشوفوا الفريق المحترف الفريق اللي مش عايز منك حاجه ده طيب. ازاي يبقى بيحد من وجوده ولمطته دي بين قوسين تمام خلينا نطلع فاصل يا استاذ عصام وبعد الفاصل هنرجع نقول قرارات مجلس اداره النادي الاهلي بعد اجتماعه اليوم. بس عايز اقول حاجه عشان نبقى قفلنا ده هل يصح وانت بتكلمني عن تطوير التحكيم ان لا الثنائيات زي ما قال اخويا محمود واكدوا الاساتذه ولا غيرهم دوليين كانوا او درجه اولى يروحوا الملعب من غير عده يا راجل لا معاه اللي هو الرزاز اللي بيعمل العشر يارده ولا معاه اي ادوات مع ان دي بقى في اول كتاب روح المعدات اسمها كده معدات الحكم النهارده ابراهيم نور روح المعدات وروح روح يا اخي طيب هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل تمام يا استاذ عصام بعد الفاصل بعد الفاصل قرارات بعد الفاصل قرارات مجلس اداره النادي الاهلي وسؤالي لاساتذتنا هنفضل كده لغايه امتى؟
هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. نستعرض معكم نتاج ونتائج اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد اليوم في النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لبحث الترتيبات الخاصة بنهائي دوري أبطال إفريقيا. استعرض مجلس إدارة النادي في اجتماعه الذي جرى مساء اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم كافة الأمور الخاصة بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، وجاء في مقدمتها متابعة الإجراءات القانونية التي قام بها النادي وقام بالتصعيد واتخاذها أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام الماضية بعد الإعلان المتأخر من جانب الاتحاد الإفريقي عن إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في ملعب عينه للعام الثاني على التوالي، وهو ما يتنافى مع تطبيق العدالة بين الأندية المتنافسة. كما استعرض المجلس الموقف من الطلبات المشروعة للنادي التي تم إرسالها إلى كاف منذ عدة أيام، وأبرزها تخصيص نصف ساعة الاستاد لجماهير النادي الأهلي، وعلى أن يقوم النادي بسداد القيمة المالية لنصف عدد تذاكر المباراة بكافة فئاتها. وتطرق المجلس أيضا إلى محاولات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إثارة خلاف بين النادي الأهلي وشقيقه نادي الوداد المغربي بسبب الأحداث الجارية بخصوص ملعب المباراة النهائية. وناقش المجلس شكوى العديد من جماهير الأهلي من ارتفاع تكاليف رحلة السفر إلى المغرب، وكذلك تحديد رئيس بعثة الأهلي عندما يتوجه فريق الكرة إلى كازابلانكا خلال الأيام القليلة المقبلة. وعليه جاءت قرارات مجلس الإدارة على النحو التالي: أولا، الاستمرار في الدعوة في دعوى النادي القضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية أيا كانت التداعيات المقبلة سلبا أو إيجابا لإرساء مبدأ العدالة بعيدا عن أي خلافات وهمية مع أندية شقيقة يتحدث البعض عنها، خاصة أن الاتحاد الإفريقي لم يرد على الطلبات المشروعة للنادي والتي تم إرسالها إلى كاف منذ 4 أيام. ثانيا، قيام مجلس إدارة النادي الأهلي بدعم النادي لرحلة اليوم الواحد لجماهير الأهلي الراغبة في السفر إلى المغرب لمساندة الفريق بواقع ما قيمته 3000 جنيه عن كل فرد من المسافرين، ويقوم النادي بسداد هذه المبالغ لشركتي السياحة الوطنيتين لاكي تورز وماستر ترافل، واللتين تم تفويضهما من النادي بهذا الأمر. وحرص المجلس على توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتفهمه وموافقته على أن تتحمل خزينة النادي المبلغ المشار إليه. ثالثا، الرفض القاطع لمحاولات البعض إثارة خلاف مع نادي الوداد المغربي الشقيق، والتأكيد على ما جاء في الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بأن الخلاف القائم حاليا مع الاتحاد الإفريقي فقط والذي جاءت حيثيات قراره الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية متناقضة، وأن النادي الأهلي يعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطه بكل الأندية المغربية الشقيقة ومسؤوليها. أخيرا، تكليف الكابتن محمود الخطيب بترأس بعثة فريق الكرة في النهائي الإفريقي وترك تحديد موعد سفر الفريق لرؤية الجهاز الفني. هذه القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الإدارة الذي دعا إليه الكابتن محمود الخطيب اليوم بالنادي الأهلي بالجزيرة بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وأيضا أعضاء مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم. كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المهمة الوطنية وأن يحقق البطولة 11 في تاريخه بإذن الله. كل أمنياتنا الطيبة لجماهير النادي الأهلي أن تبقي النادي دائما في مقدمة كما كانت. شكرا لكم. هذه هي قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي. خلونا نناقش هذه القرارات مع أساتذتنا الكبار. أولا، الاستمرار في دعوى النادي القضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية أيا ما كانت التداعيات المقبلة سلبا أو إيجابا لإرساء مبدأ العدالة بعيدا عن، وده اللي كنا حضراتكم طبعا أشرتوا إليه، بعيدا عن أي خلافات وهمية مع أندية شقيقة يتحدث البعض عنها، خاصة وأن الاتحاد الأفريقي لم يرد على الطلبات المشروعة للنادي والتي تم إرسالها إلى كاف منذ 4 أيام. يا أستاذ جمال، شوف يا كابتن، موقف إدارة النادي الأهلي، خلينا نتكلم عن الجزء ده، واضحة جدا من البداية. أوكي. وهي الفصل بين المباراة نفسها بدليل أنه لم يشير مجلس إدارة النادي الأهلي ولا مرة الى فكره الانسحاب، ولا اسم نادي الوداد، ولا اسم نادي الوداد الا شيء جيد. لا طبعا، فكره الانسحاب نفسها لم ترد من بدايه الازمه. يعني اذا النادي الاهلي من البدايه هيلعب المباراه،
هو كل ما يفعله النادي الاهلي هو ان هو بيسعى الى العداله. نعم يسعى الى العداله او الى ارساء. استاذ جمال عارف قد تكلف الاهلي ايه اذا ما اعيدت المباراه وان شاء الله يكون فائز ان تعاد المباراه والاهلي موافق، يعني عشان الناس تعرف قد ايه هو بيبحث. لا ولا انا اصلا انا اللي يهمني الاهلي يفوز ان شاء الله بالكاس. قرار اعاده المباراه يعني اعاده المباراه، يعني يلعب تاني ومع ذلك يوافق عشان مبدا العداله. انا كل اللي بيهمني في القصه انه النادي الاهلي مبداه من البدايه لم يتغير، يعني اللي هو ايه ان هو رافع دعوه في المحكمه الرياضيه مش على الوداد ولا على كذا ولا على كذا، هو رافعها لارساء مبادئ العداله ومؤكد من البدايه. وده برضو مش النهارده بس، بعيدا عن العلاقات الوديه بين الاهلي والوداد كفريقين شقيقين عربيين، ما لا خلاف ولا يستطيع احد يا كابتن اسلام ان هو يزايد، حتى بعض الناس حاولت تزايد وما عرفتش. تمام صح. ناس صح. كتير صح. حاولوا ان هم يستفزوا، ما عندهاش منطق اساسا، لا ان هم يستفزوا اداره الاهلي الى اتخاذ، والنادي الاهلي مش في موقف ان هو ياخد قرار عنتري غير مدروس، مش مزبوط. ليست عاده في النادي الاهلي. وبالتالي كمان الجزء المهم اللي هو قيام النادي بدعم التذكره. هنتكلم عن النقط دي يا استاذ ولا عايز نتكلم بعدين؟ دي النقطه دي لكن هي النقطه الاساسيه. لكن ثانيا النقطه الاساسيه ان موقف النادي الاهلي من البدايه واضح ومحدد جدا، ويعاد التاكيد عليه كل مره عشان اللي ما سمعش يسمع واللي ما عرفش يعرف، سواء هنا او هنا، هنا وهنا وجوه وبره في كل مكان. مزبوط. هو موقف النادي الاهلي تمام لا يتغير بقيادة الكابتن الخطيب. الاتحاد الافريقي لا في الجامعه المغربيه ولا الوداد بشان الشكاوى خالص. الاتحاد خالص. الافريقي مزبوط. دعم النادي لائحة اليوم الواحد، وده اللي حضرتك كنت بتقوله يا استاذ جمال. ايوه فهم. دعم النادي لائحة اليوم الواحد لجماهير الاهلي الراغبه في السفر الى المغرب لمسانده الفريق بواقع 3000 جنيه لكل مسافر، كل فرد من المسافرين. ويقوم النادي بسداد هذا المبلغ لشركتين السياحة الوطنيتين لاكي تورز وماستر ترافل، واللتين تم تفويضهما من النادي بهذا الأمر. تمام. وتم توجيه الشكر أو وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر والتحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتفهمه وموافقته على أن تتحمل خزينة النادي المبلغ المشار إليه. صح استاذ محمود. قبل ما ادخل في النقطه دي معلش طبعا المطلع. لانه لازم انا اسف قبل هنروح ولكن عشان تبقوا حضراتكم عارفين، والاهلي ما ينفعش يطلع يقول انا هحط من خزنه النادي هدفع الجهه الاداريه، لازم موافقه الجهه الاداريه وزاره الشباب والرياضه. عشان كده احنا بنشكر جدا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على تفاهمه فعلا زي ما بيقول البيان. مهمه وطنيه بالظبط. النادي الاهلي برده مش بتاع الزهو ان هدفع، لا الاول رتبها مع ممثل الدولة. بالظبط كده، هو ده الاخر. لكن اللي عايز اقوله لحضراتكم ان في النهايه يعني عشان في ناس بتسال اصلا عمالين يبعتوا لي الناس عماله تبعت، طب هو ايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه او وزاره الشباب والرياضه يجب ان توافق على اي جنيه طالع من النادي الاهلي، وبالتالي حتى لو كان دعم أو جنيه هيدخل لخزينه هيخش صح كمال عام. فعشان كده شكر وتحيه للدكتور اشرف الحقيقه وزير الشباب والرياضه لموافقته وتفهمه لهذا الامر. اتفضل يا استاذ محمود. في نقطه في النقطه الاولانيه الجزئيه، اتفضل. تجاهل الاتحاد الافريقي لمطالب النادي الاهلي، يعني اربع ايام انا منتظر ترد علي، ما تردش علي. عامه ده مش جديد عليهم. يعني دي مدرسه يعني على مدار عمرنا في الرياضه بنشوف ان الاتحاد الافريقي ما عندوش فخره. لا 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 بيتعامل تشعر بعنجهية وغرور كبير جدا وتجاهل، وكأن الأمر يعني مع مين؟ مع النادي رقم واحد في أفريقيا، يعني هو مع بطل الأبطال. يعني إيه؟ على الأقل يا أستاذ سامي يبقى في نوع من الاحترام وتقدير لهذا الكيان وإدارته، حتى بالرد لا أنا مش هحقق لك ولا حاجة من اللي أنت عايزه، اعمل اللي أنت عايزه خلاص. أنا برد بقى، لكن أنت إنك تقفل وما تردش عليا وسايبني وبتقول وأنت المسؤول. أنا مشكلتي معاك مش مشكله شخصيه، ده مشكله حقوق. انت راجل كمنظم، احنا مش بنلعب في دوره رمضانيه،
ولا دوره مراكز الشباب، بطوله من البطولات الكبيره العالميه بعد دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال افريقيا قبليهم، دوري امريكا امريكا اللاتينيه والكلام ده. لكن احنا رقم ثلاثه، رقم ثلاثه يعني في الترتيب. كان يصح النادي الاهلي يروح مونديال الانديه بدون لاعبين دوليين؟ ما خلاص، ما هي دي، ما انت خلاص قدرك بقى كده بتتعاقب على انك انت عاوز تاخد كل حاجه. ما تسيب حاجه في السكه بقى تقع منك بقى. انا معاك، انت طماع ليه كده؟ انا معاك في النقطه. ما تسيب حاجه. طيب يعني النهارده الدوري الانجليزي خلص يا عم، النادي الاهلي مستعد الدوري الانجليزي خلص يا عم، فاكر خمس زي انت عاوز تاخد دوري ابطال افريقيا، وعاوز تاخد الدوري، وعاوز تاخد الكاس القديم، وتاخد الكاس الجديد. انت ايه يا عم؟ انت بس مش عاوز حد، مش هي. بص، هذا هو المنطق وهذه هي الحقيقه اللي احنا بنهرب منها. انا عاوز اقول لك ايه، انا كنت اتمنى ان لازم اسجلها. باتريس متسيب لما جه سمعنا كلام جميل جدا، هطور وهنور الملاعب والمباريات هتبقى كلها بالليل، مفيش حاجه اسمها ثلاثه الضوء، وهعمل الفار في كل مكان وهنشره وسيعم ارجاء القاره. كل ده الكلام 10 10. وفي الاخر قالوا النبي يا استاذ فوزي، انت والراجل بتاع السنغال نبي اختاروا الملعب، انا مش فاضي. شوف، عندما يتم تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا البطولة رقم واحد من يوم 25 مايو عشان الباشا رايح يتفرج على نهائي أوروبا يوم 28. بتقول لي فين هو لما لعب 25 وسافر؟ لا ده انا عاوز اسالك سؤال، ده انت هنا ظلمت مين؟ عملت ايه؟ خليت كمان اللعيبه المحترفين الموجودين في النادي الاهلي ليهم منتخباتها تلعب، انت كده خليت الاهلي يتدخل ويعمل يعني يفهم الناس يعني عندنا مشكله، انا عندي موقف صعب. فانت عشان مزاج سعادتك خدت بعضك ورحت فرنسا، وبعد كده ابطال افريقيا ده تلعب في اي وقت، احنا عارفين انه في المغرب والدنيا جماعه مع بعض، اخوات مع بعض يتصافوا مع بعض. قال لك الفار في دوري دور المجموعات من غير فار. طبعا، امال ايه؟ امال ايه؟ طبعا ما احنا بنقول لك، بنرد على الكلام يا ريس، على كلام يعني هو. هناك تجاهل واضح وبامانه مش مفهومه. لا يعني هل يستحق الاهلي وتستحق الانديه الكبيره المشاركه وقيمه القاره العظيمه دي انه يتم التعامل مع اقوى بطولاتها بهذه الطريقه؟ يا استاذ محمود، ما ده غير الاعلام وثقافه الاعلام، ده محتاج انه احنا ان شاء الله لما يبقى في اتحاد كوره في مصر وممثل قاري يناقشوا ده بما يساوي اسم مصر والنادي اللي من غيره. طيب، البطوله دي تقل ماديا ومعنويا، ما دول مش موجودين. دعم النادي الاهلي ياخدها على دراعه، دعم النادي لرحله اليوم الواحد لجماهير الاهلي راغبه في السفر الى المغرب، خطوة كويسة. 3000 جنيه عن كل 15 ب 13 خطوة كويسة رغم الظروف بأمانة شديدة. 14 وشوية ولا 15 900 وحاجة. أنا أتمنى وزارة الرياضة كمان، أتمنى من الدكتور شوقي يحط يده كمان، يعني أتمنى منه زي ما تم تنظيم رحلات المنتخب الوطني في الكاميرا. يصعب شوية يا أستاذ محمود، للأمانة يصعب، عشان ما يبقاش سنة، عشان نبقى عملاء يعني. أنا أفتكر ماتش مصر وزيمبابوي في ليون في فرنسا، 93 عشان المنتخب، كاس العالم عشان المنتخب. بس يعني طلعونا الجماهير بالصحفيين مفتشين يا سامي، ما هو ده اللي بيقوله بلاش. سامي ما ينفعش مع الانديه، مش هينفع مع الانديه حتى لا يفصل. يا جماعه مشروعيه، ولا تنسى انه اللي مغيب الاحتراف اللي ما كانش يكلف خزانه الدوله بل يضر لها ارباح، اللي عاملين الدوري ده واللي سامحين بانديه كذا كذا وطموح وكذا، فلا في اصلا دخل ولا انكم، وبالتالي مشكوره هنا في هذه المساهمه من خزانه النادي الاهلي عشان ما تبقاش سنه. ده يا جماعه صعب استاذ عصام، ان وزاره الشباب والرياضه ساهم بقدر في تعامل جانب من سامي. ما ينفعش هيبقى سنه يا استاذ سامي، دي خزانه عامه. سنة حسنة يا جماعه، الاهلي مش مصر يا جماعه، ولا الزمالك مصر، معلش بقى. لا مش احنا نتحدث كاعلام. لا يا ريس، ازاي الا في الاجراءات؟ مش مصر يا ريس، ده من مصر. لا معلش، من مصر. من تفرح شوارع حمراء. لا هي مش قضيه خلافيه، وفي اعلام النادي الاهلي لازم نقول للناس كلام يطلع في المظبوط. يا استاذ عصام، رئيس الاتحاد المغربي الاستاذ فوزي الاقد دعم الوداد ودعم نهضه بركان، يا سيدي اعتقد مش عارف 8 مليون سنتيم او مش عارف ايه. اتحاد الكوره، انا ثواني بس بوريك اهو، ما هي دي دوله، هل هياخد القرار من نفسه؟ اذا الدوله ما دعمتش وقفت مع في حدث زي النادي الاهلي. طيب بعد اذنكم، بعد اذنك يا استاذ عصام، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضرتك.
أيضا هناك الرفض القاطع لمحاولات البعض إثارة خلاف مع نادي الوداد يا أستاذ سامي، والتأكيد على ما جاء في الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بأن الخلاف القائم حاليا هو مع الاتحاد الأفريقي فقط. ده واضح من البداية خالص أن الأهلي مستهدف قرارات الاتحاد الأفريقي، لم يقترب من الوداد بأي حال من الأحوال. وكلام العبارات واضحة وبيانات واضحة، بالتالي يعني الاخوه في الوداد او في المغرب اذا كان هناك بعض الانتقادات فهي مش قائمه على اي سند، ولازم يوصل لهم المعنى الحقيقي. يعني دايما الاهلي لعب السنه اللي فاتت في نفس الملعب، لعب من اسبوعين ولا شهر في الرجاء. بالظبط، لا النهائي كان نهائي يا استاذ جمال برضه النهائي في نفس الملعب في كايزر تشيف، ما فيش اي اعتراض. فإذا كان بيبحث عن حقوق أدبية أو معنوية فده من حقه، ليس الإخوة في المغرب داخل مش طرف. المسألة كلها ضد الكاف وارتباكاته وقراراته الغريبة، يعني هو مش شايف غير المغرب، يعني ده سؤال كبير، هو مش شايف غير المغرب. يعني مش عايزين نقول عشان فلان جوه المكتب التنفيذي، مع ان النادي الاهلي يا سامي قال لو كان عمل زي المره اللي فاتت وتم اختيار كازابلانكا او غيرها من المدن المغربيه ما كان هناك اي الكلام ده يعني. ما يبقاش قبلها باسبوعين ثلاثه بالظبط، قبلها باسبوعين ثلاثه من بدايه من بدايه لا بعد ما تحدد بطولة. مين الطرف النهائي. وبعدين يعني انا مره مغرب مره تونس مره مصر، ايه المشكله يعني؟ انما يعني على طول المغرب، هي دي النقطه، دي النقطه، دي النقطه بتخلينا نحط 100 علامه استفهام. الناس في الكاف دول بيفكروا ازاي او عايزين ايه؟ انا مع الاستاذ محمود ان الاهلي مستهدف في هذه البطوله من البدايه، كفايه عليه كده قوي. ارجع بقى 2007 بقى بالظبط، افتكر بقى 2007 وتمت العمليه ازاي في تونس مع النجم الساحلي ومباراه العوده واللي حصل فيها من حكم الحكم الكاميروني وانذار تاني البركات وعدم ضربه جزاء، كانت يعني مش انا اللي عاملها لك. أيوة انا اللي بصيرها ماشي. وهنا في القاهره، وهنا في القاهره ضربتين جزاء لشديد إناوي ابو تريكا ولشديد إناوي. على فكره الاتحاد الافريقي لما بتيجي الكتيبه ساعات بيجوا ناس فاسدين بس بيفهموا شويه، فعارفين ان الاهلي هو المنجي لفخامه البطوله وارباحها. الرعاه بتنزل 30% على فكره لو النادي الاهلي مش مشارك، ده كلام لوجيك يعني، او قصدي موجود. اكنهم بيجي ايه بيضرب نفسه طلقه لما بيتامر على الاهلي. طب يا عم انت لو خرجت انت بتتكلم في ايه؟ لكن ارضاء زي ما انت قلت وسين وصاد ساعات ايه عايزينه يمر يعني. لكن الامر انه الاهلي فعلا، وانا بقول لحضراتكم وانتم اساتذه يعني وعارفين وعلاقاتكم، ان هم مرعوشين للاهلي يقول مش هلعب حتى ما موقع لي من عقوبات، لانه بيدور على البطوله المقبله كيف يتم بيعها يا جماعه بدون النادي الاهلي. جميل، الاهلي هيلعب الماتش وان شاء الله لا يستهدف. لا مرعوشين. لا ده انا بقول الاهلي يستهدف، مش هما بيستهدفوا الاهلي، الاهلي بيستهدف اللقب البطوله ان شاء الله باذن الله. وهو وده على فكره لازم برضو احنا يعني يبقى تركيزنا على ده، تركيز ايه؟ اللعيبه وتركيز الاعلام المصري ان شاء الله رغم كل هذه المحاولات والتمثيليات. بس يا جمال الاعلام المصري مخترق من جوه للاسف الشديد. يا سيدي انت بتتكلم على بس كتله بسيطه 90-80%. على فكره الناس بكتير بتتفرج على حضراتكم وبنحاول عشان كده 80% الاعلام يعني ان شاء الله مع النادي الاهلي يعني في الاول والاخر يعني ده بيلعب باسم الكره المصريه. ما احنا قلنا يا استاذ سامي الاهلي لما حد بيتحداه بيستنفر. انا ان شاء الله بقول لكم دي مشاعر النصر. والله صراحه يعني انا امبارح الحقيقه بعد مباراه امبارح شفت ان الناحيه المعنويه والنفسيه انت شفت ايه ده الماتش ده غريب جدا. والله غريب، انت وصلت لقمه الياس والاحباط والمباراه خلصت 94 في واحد يجيب جونين فوق ال 95 بلس 95 نادي الاهلي وعلي معلول والنادي الاهلي. ماتش يا ملل للنادي الاهلي والله نظر عن صاحب الاهداف صراحه طبعا هي بغض النظر صح. عندي بس يعني لو اتفضل اضافه ممكن اقول بس اخر خبر او اخر قرار تكليف الكابتن محمود الخطيب بترأس بعثه فريق الكره في النهائي الافريقي وترك تحديد موعد السفر
الفريق لرؤية الجهاز الفني. كل حاجة بص في محلها ازاي؟ الجهاز الفني هو اللي يقول عايز اروح امتى اقعد كام يوم. المجلس فوض محمود الخطيب، وانا بقول لكم كما يخرج مشجعون سيكون هناك ايضا اعضاء مجلس اداره يسافروا وعلى حسابهم. هو ده النادي الاهلي، ما حدش بقى يقول لك الطياره ده الطبيعي يعني. عايزين بس ايه يعني نوحد كده الصف ونقول للرعاه قبل رجال الاعمال. لمبه ال 11 يا مسهل يا رب. للرعاه قبل رجال الاعمال عليكم ان تلعبوا دور، يمكنكم وانتم كلكم عندكم ناس يعني اكتف كده وكرييتيف والشباب العظيم اللي بيخطط لكم الحملات، تستطيعوا ان تفوزوا بما هو ماده اعلانيه عبر الجمهور. يا سيدي بتيشيرت تكتب اسم المنتج على اورتي اللي انت عايزه، وتساهم في ثمن غالي ونفيس هو رحلة جمهور النادي الأهلي. الرعاة الرئيسيين للنادي قبل رجال الأعمال المحبين إن شاء للنادي. يا ريت بقى نتفق كلنا إن إحنا نروج لده يعني طبعا. وأنا أعتقد إن دي كمان فيها بيزنس غير حب الأهلي، كمان فيها بيزنس ليهم يعني. في البنتين اللي هما الكفيفتين الله أكبر، في شركات طلبت ان هي طبعا يسافروا على حساب الشركات دي. في اسماء كثيره جدا، بس انا اقول لك على بعض الامور. راجل طيب اسمه الحاج بكري كلمني جاب نمرتي منين؟ قال لي انا ما اقدرش اسافر، انا عندي 1000 جنيه وعارف ان انا رايح النهارده. قال لي قول للكابتن اسلام انا ممكن اودعهم لو حد عايز يكمل فلوسه. الحاج بكري بيقول لي عندي 1000 جنيه عايز اودع لحد يمكن يكون معاه الفلوس. والله احنا لو عملنا الموضوع ده الفلوس الا 1000. تخيل يا كابتن، يا كابتن اكتساب، تخيل اكتساب، تخيل طبعا غير مسموح. لا ما اقصدش قانونا يعني، شوف روح قانونا، شوف روح الاهلي. ما احنا شكرنا برضو السيد وزير الشباب والرياضه ممثل الدوله لما قدر ينحاز لده وسمح للنادي الاهلي. لكن شوف الراجل بيقول لي ايه، قول للكابتن اسلام كممثل يعني عن مؤسسه القناه انا عايز اودع دول ليكون واحد واقف على ال 1000 جنيه فيسافر. ده شرف لينا فندم. اي حد يفكر فكره حلوه. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. وبيني وبينك بعد الكلمتين اللي قالهم الاستاذ عصام ومساهمه الحاج بكري حتى ولو بجنيه مش ب 1000 حتى، اعتقد ان ده شيء ممتع، وهو ده جمهور النادي الاهلي، وهو ده دايما اللي احنا بنستناه. ويعني الحقيقه موقف طبيعي يعني، احنا مش متفقين عليه ولا حاجه والله يعني. ده هو استاذ عصام دخل ماشي. لا الكلام ماشي. كنت مأجل ان انا اقول اهم حاجه يا رب يكون اللاعبين على مستوى فكر الاداره وفكر الناس اللي زي الحاج بكري والجمهور. لا وان شاء الله عندنا ثقه في اللاعبين ان شاء الله. ده مهم جدا ان شاء الله. اللقب ما يفلتش بوجود الكابتن يا رب. يبقى في النجم ال 11 متفقين. وجود احنا جايبينها بس رئيس ورا الباس يا جماعه. ورا هي 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 حاله من انك تضع رمز النادي، كبير عائله النادي طبعا، ممثلا عن الجميع. نعم. مع نجوم الفريق اللي هو دايما بيقول لهم احنا فخورين بيكوا. أعمالها والفرقه يمكن وقع منها الدوري لو انتوا فاكرين الموسم اللي فات في لقطه في غير عاديه. يعني في لقطه غير عاديه مزيد من الثقه، لانه في الاخر دائما ما يمثل كبير عائله النادي الاهلي الاطمئنان. ما شوف نجم النجوم في كره القدم كما كان سابقيه يعني، لكنه لن يتحدث معهم مين يلعب ومين ما يلعبش ولا مع الجهاز، انما هو ضمانه لثقه شعب الاهلي فيكم ان رئيس البعثه هو محمود الخطيب. ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا، شرفتونا ونورتونا، ونلتقي ان شاء الله بعد ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا لاساتذتنا. واخيرا شكرا. خلينا نقول لحضراتكم، استعرض مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماعه اليوم الذي جرى مساء اليوم برئاسه الكابتن محمود الخطيب وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم كافة الأمور الخاصة بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، وجاء في مقدمتها متابعة الإجراءات القانونية التي قام النادي باتخاذها أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام الماضية بعد الإعلان المتأخر من جانب الاتحاد الإفريقي عن إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، وهو ما يتنافى تماما مع تطبيق العدالة بين الأندية المتنافسة. كما استعرض المجلس الموقف من الطلبات المشروعة للنادي التي تم إرسالها إلى كاف منذ عدة أيام، وأبرزها تخصيص نصف ساعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة لجماهير الأهلي، وأن النادي سوف يقوم بسداد القيمة المالية لنصف عدد التذاكر بكافة فئاتها. وتطرق المجلس أيضا إلى محاولات البعض
على مواقع التواصل الاجتماعي إثارة خلاف بين النادي الأهلي وشقيقه نادي الوداد المغربي بسبب الأحداث الجارية بخصوص ملعب المباراة النهائية. كما ناقش المجلس شكوى العديد من الجماهير من ارتفاع تكاليف رحلة السفر إلى المغرب وكذلك تحديد رئيس البعثة عندما يتوجه فريق الكرة إلى كازابلانكا خلال الأيام المقبلة. وعليه جاءت قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي على النحو التالي: أولا، الاستمرار في دعوى النادي القضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية أيا ما كانت التداعيات المقبلة سلبا أو إيجابا لإرساء مبدأ العدالة بعيدا عن أي خلافات وهمية مع أندية شقيقة يتحدث البعض عنها، خاصة وأن الاتحاد الأفريقي لم يرد على الطلبات المشروعة للنادي الأهلي والتي تم إرسالها إلى كاف منذ 4 أيام. ثانيا، دعم النادي الأهلي لرحلة اليوم الواحد لجماهير الأهلي الراغبة في السفر إلى المغرب لمساندة الفريق بواقع 3000 جنيه عن كل فرد من المسافرين، ويقوم النادي بسداد هذا المبلغ لشركتي السياحة الوطنيتين لاكي تورز وماستر ترافل، واللتين تم تفويضهما من النادي بهذا الأمر. ووجه مجلس الإدارة الشكر والتحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتفهمه وموافقته على أن تتحمل خزينة النادي المبلغ المشار إليه. ثالثا، الرفض القاطع لمحاولات البعض إثارة خلاف مع نادي الوداد المغربي الشقيق، والتأكيد على ما جاء في الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بأن الخلاف القائم حاليا في الاتحاد الإفريقي فقط مع الاتحاد الإفريقي فقط، والذي جاءت حيثيات قراره الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية متناقضة، وأن النادي الأهلي يعتز بالعلاقات الطيبة التي تربطه بكل الأندية المغربية الشقيقة ومسؤوليها. أخيرا، تكليف الكابتن محمود الخطيب بترأس بعثة فريق القرى في النهائي الإفريقي وترك تحديد موعد سفر الفريق لرؤية الجهاز الفني. كانت هذه هي قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي للاجتماع مجلس الإدارة الذي دعا إليه كابتن محمود الخطيب والذي انتهى منذ قليل. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم بكرة وحلقة جديدة من البيت الكبير.